عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي اصدقاء قناه تعلم انجليش اونلاين. اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي، وجه ميعادنا النهارده مع يونت 10. النهارده ان شاء الله هنفنش كل يونت 10، هنخلص يونت 10 كل الجرامر اللي فيها، وهنشوف بيجي لنا ازاي في الامتحان، ونحل عليه اسئله من اسئله امتحانات السنين اللي فاتت، وكمان هناخد كلمات اليونت، وبكده يبقى خلصنا اليونت كلها ان شاء الله. يلا بقى بينا نتوكل على الله ونبدا اليونت. طب يا ترى يونت 10 اول درس فيها ايه؟ اول درس فيها هو ترتيب الصفات. طب ايه هو ترتيب الصفات ده؟ هديكم مثال بسيط كده عشان تعرفوا ايه هو ترتيب الصفات. لو انا مثلا شفت كوره، الكوره دي كبيره ولونها احمر ومصنوعه من البلاستيك، فهل انا بقى عايزه اقول انا شفت كوره حمراء كبيره مصنوعه من البلاستيك، ولا كبيرة حمراء مصنوعة من البلاستيك، ولا مصنوعة من البلاستيك حمراء كبيرة؟ هرتب الصفات دي ازاي؟ اللي هو لونها الاحمر، اللي هو حجمها كبير، اللي هو المادة الخام بتاعتها ان هي مصنوعة من البلاستيك. يا ترى هجيب بقى المادة الخام الاول اللي هي مصنوعة من البلاستيك، وبعدين اللون مثلا اللي هو احمر، وبعدين مثلا الحجم اللي هو كبير، ولا هعكس، ولا هجيبها ازاي؟ الصفات دي هرتبها ازاي؟ الصفات دي في اللغة الانجليزية ليها ترتيب. بنبدا بحاجه وبعدين حاجه وبعدين حاجه، وبكده بقدر اوصف الكوره دي. طيب ايه هي بقى ترتيب الصفات دي؟ هو ده بقى موضوع درسنا النهارده. ترتيب الصفات في اللغه الانجليزيه اول حاجه بذكرها دايما الوصف، الديسكريبشن. يعني ايه ديسكريبشن؟ ديسكريبشن يعني وصف. ايه هو الوصف ده؟ يعني اوصف الحاجه اللي قدامي، اقول جميله، اقول ملونه، اقول مش حلوه، قبيحه، اوصف الحاجه. ممكن اقول مثلا pretty جميله، ممكن اقول nice لطيفه، beautiful جميله، وهكذا اوصف الحاجه اللي قدامي من وجهه نظري. والوصف ده بيختلف من وجهه نظر شخص لشخص تاني، يعني ممكن اكون انا شايفه الكوره دي جميله جدا، وممكن حد تاني يكون شايفها مش حلوه. بعد كده عندي size، الحجم. والحجم يعني ممكن اقول كبير، ممكن اقول صغير، وده طبعا بتكون ثابته، يعني حجم الحاجه سواء كبيره او صغيره بتكون ثابته لكل شخص، ما فيهاش اراء، ما اقدرش اغير رايي مثلا وابقى حاجه صغيره واقول عليها كبيره، لا، دي بتكون بناء على انا شايفاها ايه، فدي حاجه ثابته. عندي الشيب اللي هو الشكل. الشكل بيبقى لونج مثلا، طويل، ممكن يبقى شورت، قصير، ده شكله. عندي بعد كده بحط الايدج، العمر، والعمر يعني ممكن اقول الحاجه دي قديمه، الحاجه دي حديثه، جديده، نيو، اولد، مودرن. بعد كده بحط اللون، الكالر، اي لون بقى، ريد، جرين، بلو، اي لون. وبعد كده بحط الماده الخام، الماتيريال. الماتيريال اللي هي الماده الخام، يعني اقول كوتن مثلا مصنوعه من القطن، اقول جولد مصنوعه من ذهب، سيلفر من الفضه، وهكذا. طيب يا مس احنا هنحفظ كل ده ازاي؟ كل الترتيب ده طبعا زي ما كتير مننا عارفين ان احنا بنجمع اول حرف من كل حاجه بدون، بنجمعهم في كلمه وحش، علم. عندي الواو هنا اول حرف من كلمه وصف اللي هو ديسكريبشن، الحاء اول حرف من الحجم سايز، الشين اول حرف من الشكل الشيب، العين العمر age، اللام اللون اللي هو الكالر، الميم الماتيريال اللي هي الماده الخام. فهي بتبقى وصف حجم شكل، عمر، لون، ماده خام. وصف حجم شكل، عمر، لون، ماده خام. وصف حجم شكل، عمر، لون، ماده خام. طيب اللي مش عارف يحفظها بالشكل ده، وصف حجم شكل، عمر، لون، ماده خام. اللي مش عارف يحفظها كده هيحفظها وحش علم. واو وصف، ح حجم، شين شكل، عين عمر، لام لون، ميم ماده خام. فترتيب الصفات بيجي في الشكل ده. تعالوا بقى ناخد مثال كده علشان نشوف بنطبقه عمل ازاي. وباي ذا واي، على فكره بالمناسبه، هم مش بيجيبوا كل الصفات دي، هم بيجيبوا صفتين او ثلاثه منها بس، مش اكتر من كده. يعني في الامتحان لو قال لي اختار بترتيب صفات هيجيب لي صفتين او ثلاثه بس. طب يا مس صفتين او ثلاثه هنرتبها كده ازاي؟ هنشوف الاولويات بقى. يعني لو جايب لي مثلا وصف اكيد هحطه في الاول، جايب لي مثلا لون اكيد هحطه قبل الماده الخام، جايب لي مثلا ماده خام اكيد هحطها في الاخر قبل اسم الشيء اللي انا بوصفه، لان في الاخر بعد كل الصفات دي بحط اسم الشيء اللي انا بوصفه.
تعالوا نشوف كده. She wore a long green cotton dress. هي لابسة wore اللي هو الماضي بتاع wear يرتدي. She wore a long. Long هنا ايه؟ long هنا شكل. Green لون. Cotton مادة خام. يبقى هو هنا ما جابليش كل ده، هو جاب لي بس ثلاثة منهم. طب انا هرتبهم ازاي ما انا هتلخبط؟ لا، هات كلمة وحش عالم او همشي على الاغنية وصف حجم شكل عمر لون مادة خام وبعدين هشوف. اول حاجة ده ايه؟ long. long ده شكل. طيب هو الشكل بيجي الاول ولا اللون؟ ها، وصف حجم شكل عمر لون، يبقى الشكل بيجي قبل اللون، يبقى احط الشكل الاول وعمر وبعدين اللون اللي هو جرين. طب عندي بعد كده قطع المادة خام، لا كده كده المادة الخام بتيجي في الاخر فانا هحطها في الاخر، فهرتبها بالشكل ده. او هكتب كلمة وحش عالم قدامي كده وهشوف هنا لون ده شكل فين؟ الشين اهي رقم واحد. بعد كده عندي جرين ده لون، اللام هي رقم اثنين، عندي قطن ده مادة خام اخر حاجة ثلاثة، يبقى انا المفروض ارتبهم كده الشكل الاول وبعدين اللون وبعدين المادة الخام، واجيب بقى وارتب بناء على الكلام ده، فهي منتهى السهولة اصلا ما فيهاش مشكلة خالص. طيب تعالوا نشوف كده. Women likes to wear beautiful gold bracelets. الستات بتحب تلبس البريسلتس الاساور اللي هي جميلة ولونها ذهبي. Beautiful ده ايه؟ ده جميل. طيب جميل ده ايه؟ جميل ده وصف انا بوصفها ان هي جميله، والوصف دايما يجي اول حاجه، يبقى انا لو لقيته جاي لي في الاختيار جايب لي جولد بيوتيفول ولا بيوتيفول جولد؟ هقول لا، الجولد ده ماده خام، دي هتيجي في الاخر، اما بيوتيفول ده وصف فيجي في الاول، فالمفروض بحط الوصف الاول وبعدين بحط الماده الخام. وصف والماده الخام هنا جايه في الاخر، فلازم الوصف احطه قبل الماده الخام، فهيبقى البيوتيفول هحطها قبل الجولد. تعالوا نشوف اللي بعدها. I bought a pair of black leather shoes. برضو جايب لي صفتين زي ما قلت لكم، هيجيب لي صفتين او ثلاثه بالكثير، مش هيجيب لي اكتر من كده. طيب جايب لي بلاك وجايب لي leather. leather جلد، ده ماده خام وبلاك ده لون. طب هل اللون بيجي الاول ولا الماده الخام؟ لا يا مس، احنا عارفين ان الماده الخام دي اخر حاجه، الميم بتاعت علم دي اخر حاجه خالص. وصف حجم شكل عمر لون ماده خام، ماده خام دي في الاخر خالص. يبقى ما دام الماده الخام في الاخر يبقى الليذر هحطه في الاخر. طيب عندي بعد كده بلاك، لا يبقى البلاك هيبقى قبلها لان الماده الخام هي اخر حاجه، وكده كده احنا عارفين لون ماده خام، فانا عندي في الترتيب لون ماده خام يبقى لون الاول وبعدين الماده الخام، وبختار بناء على كده. منتهى السهوله، وهنشوفها ازاي بتجيلنا في الامتحان دلوقتي، سهله جدا. هيجيبها لي في الاسئله مثلا بلاك ليذر ولا ليذر بلاك، فانا هشوف انهي اللي بتيجي في الاول بناء على ايه؟ بناء على كلمه وحش عالم او وصف حجم شكل عمر لون ماده خام. الطريقه اللي هتحفظوها بيها اسهل احفظوها، المهم بناء على ده هعرف انهي ترتيب بيجي قبل التاني واحطه. ده كده بالنسبه لترتيب الصفوف. طب عندنا جرامر تاني في اليونت؟ اه طبعا عندنا جرامر تاني، عندنا بقى this و that و those و these و one و once. هنشوف الحاجات دي بنستخدمها ازاي برضو، وامتى نستخدمها في الجمله، وبيجي بعدها ايه؟ مفرد ولا جمع ولا الدنيا ايه؟ وبرضه بتجي لنا ازاي في الامتحان؟ هنشرحه دلوقتي حالا، وبعدين بقى ندخل على اسئله الامتحان ونشوف ترتيب الصفات ودرس الجرامر الثاني كمان اللي هنشرحه دلوقتي بيقولنا ازاي في الامتحان. يلا بينا. تعالوا بقى نشوف this و that و these و those و one و once. عندنا اول حاجه this و that. this و that دي ادوات اشاره معناها هذا او هذه، وبيجوا مع الاسم المفرد. يبقى this ده اشاره للقريب، هذا كرسي، فانا بشاور على كرسي قريب مني فهقول this chair. طب لو هشاور على كرسي بعيد واقول تلك الكرسي هقول that chair. يبقى انا دلوقتي this او that معناها هذا او هذه بالنسبه ل this، تلك بالنسبه ل that، بيجي دايما بغض النظر بقى ترجمتهم ايه، بيجي دايما ايه بعضهم مفرد singular. يبقى دايما this و that يجي بعضهم ايه مفرد، سواء اسم مفرد او فعل مفرد. بصوا هنا كده I like this phone. انا حطيت فون، only one phone، تليفون واحد بس، ما قلتش فونز، ما حطيتش اس، لكن انا هنا قلت ايه فون واحد بس، فديس جه بعدها اسم مفرد. كمان لما يجي بعدها فعل هيبقى مفرد، this is my pen، هذا هو قلمي. طيب هنا حطيت ايه از، ما حطيتش ار، ولو ماضي احط واز مش احط وير. ليه؟ لان هنا this بتيجي بعدها مفرد سواء اس او ضمير. طيب هنيجي هنا بقى bring that chair. that برضو بيجي بعدها اسم مفرد، فتشير اهو مفرد. طب that جه بعدها
فعل مفرد was that جي بعدها مفرد، يبقى this و that دايما يجي بعدهم ايه؟ مفرد، سواء اسم او فعل دايما يكون بعد this و that مفرد. this للقريب، that للبعيد، بغض النظر الاثنين بيجوا بعدهم اسم او فعل مفرد. طب جمعهم ايه؟ this جمعها these، that جمعها those. طب لو انا عايز اشاور على حاجات قريبة، لو عايز اشاور على حاجات كتير قريبة جمع، هقول these chairs، these جمع this بتيجي مع الجمع. لو حاجات بعيدة هجيب those اللي هي جمع that، those chairs أولئك الكراسي. طيب يبقى these و those بيجي بعدهم دايما جمع، this و that بعدهم مفرد، أما these و those دايما بعدهم جمع سواء اسم أو ضمير. تعالوا بقى نعملها احنا مع بعض. أنا عندي هنا phones، جبت نفس الجمل دي بس جمعتها. عندي هنا فونز في اس، تليفونات كتير، هتاخد بقى ايه؟ هتاخد ذيس ولا هتاخد ذس؟ ها فونز في المفرد حطينا ذس، طب في الجمع، جمع ذس ايه؟ ذيس. يبقى انا هنا حطيت جمع ذس ذيس، اي لايك ذيس فونز، ذيس جه بعدها اسم جمع. طب هنا ذس جمعها قلنا ايه؟ ذيس. طب انا ليه احط دي هنا؟ عشان عندي ار، ار ده جمع مش مفرد، وما دام فعل جمع هياخد برضه ذيس او ذوز. طب هنا بقى ذات لو هشيلها هجيب تشيرز هنا وهجيب هنا مثلا وير بدل واز، هعمل ايه؟ هجيب جمع ذات اللي هي ايه؟ ذوز. يبقى هنا ما دام في اسم جمع احط ذوز او ذيس على حسب الجمله اللي عندي، فعل جمع احط برضه ذوز او ذيس على حسب الفعل اللي عندي. يبقى انا هنا يا جماعه سواء ذيس او ذوس الاثنين بيجي بعدهم فعل جمع او اسم جمع. المفرد ايه لو اشاور على حاجه قريبه او بعيده؟ مفرد ذس ذات، دايما بعضهم مفرد سواء اسم او فعل. طب الجمع ذيس او ذوس، دايما بعضهم جمع سواء اسم او فعل، وده الفرق بينهم. ذس ذات مفرد، ذيس ذوس جمع. وهيقولي كده في الامتحان، هيقول لي اختار ذيس ولا ذوس ولا ايه، ويجيب لي بقى جمع او مفرد. لقيت مفرد حط ذيس او ذات، لقيت جمع حط ذيس او ذوس. طيب ده كده بالنسبه لذيس وذوس. طب فاضل ايه؟ وان وانس، وان او وانس برضه بيجي وان مع المفرد وانس مع الجمع عشان اخرها اسم، ولكن امتى استخدمهم اصلا؟ وان او وانس بيجوا مكان الاسم عشان ما كرروش تاني. طيب لو انا مثلا عايزه اتكلم عن دريس فستان، فانا عايزه اقول مثلا I want this dress، انا عايزه الفستان ده، فاللي قدامي هيسالني which one، بدل بقى ما يقول لي which dress ويعيد الاسم مره تانية، فبيعوض عن الاسم اللي هو dress اللي انا ذكرته وخلاص بقى معروف بالنسبه لنا، بيعوض عنه بكلمه one لو الاسم ده مفرد، فهيقول لي which one انهي واحد، فانا هقول له the red one الواحد اللي هو لونه ايه؟ احمر، بدل ما اقول ذا ريد دريس هقول ذا ريد وان. يبقى باختصار كده وان او وانز بتيجي مكان الاسم عشان ما كرروش تاني، وان بتيجي مكان الاسم المفرد، وانز بتيجي مكان الاسم الجمع. طيب تعالوا بقى نشوف امثله كده. عندي هنا مثلا which one do you want، اي واحد انت عايزه، ده لو انا اصلا قلت له مثلا I want مثلا a dress، عايزه فستان، فهيقول لي which one do you want، اني واحد انت عايزاه، فهنا one جت مكان الاسم اللي احنا اصلا المفروض كنا بنتكلم عنه، بتيجي مكان الاسم، ممكن تيجي بعد which، سواء one او wants ممكن احطهم بعد which. يعني لو بسال عن فستان واحد مثلا هيقول لي which one، طب لو انا عايزه مثلا كذا فستان هيقول لي which ones do you want. يبقى انا هنا على حسب، انا بتكلم عن اسم مفرد هنحط وان، بنتكلم عن اسم جمع هنحط وانز، وده بقى اللي هنعمله في الاختياري او الكوريكت على حسب هيجي لي ازاي في الامتحان. دايما هشوف هو يقصد جمع في الجمله ولا مفرد، هو جايب اسم جمع ولا مفرد، هو في الاول هيذكر لي الاسم وبعدين لما يجي يتكلم عنه مره ثانيه هيقول لي اختار وان او وانز. هشوف الاسم اللي بيتكلم عنه ده، لو مفرد هحط وان، لو جمع هحط وانز. ممكن كمان تيجي بعد الصفه I want the red one، عايزه اللي هو الايه؟ الواحد الاحمر ده. يبقى انا هنا بدل ما اقول I want the red dress قلت I want the red one. يبقى انا هنا ممكن احط كمان كلمه one بعد الصفات او once برضو.
تيجي بعد الصفوف. ممكن تيجي ايه؟ وانز اهي جايه هنا مع الجمع مثلا I want the ones on the left، انا عايزه الشويه اللي هم على الشمال دول. لو هو اصلا كان بيكلمني عن حاجات جمع، لو انا مثلا عايزه شويه اقلام مثلا فعايزه اقول له مثلا I want some pens، فهيقول لي which ones، انهي اقلام بالظبط اللي موجوده، فاقول له the ones on the left يعني الاقلام اللي موجوده او المجموعه اللي موجوده على الشمال. فانا هنا لو بتكلم عن جمع هحط ايه؟ ones. وبرده وانز جت بعد ايه؟ بعد ده اهي، ممكن تيجي بعد ده او وان برده، اي وانت ذا ريد وان مثلا، او ذا وان اون ذا رايت مثلا، الواحد اللي على الشمال ده، وهكذا. ذوز وانز لوك نايس، الشويه دول الوانز اللي احنا بنتكلم عنهم دول سواء بقى اي حاجه، هما لوك نايس يبدو شكلهم لطيف. فانا هنا ممكن اجيب كمان كلمه وان او وانز بعد ذس وذوز وذات على حسب. وانس عشان جمع جت بعد ذوز، لكن لو عندي ذس احط وان، ذس وان از نايس. يبقى يا جماعه الخلاصه كده، وان او وانس بيجوا مكان الاسم عشان ما يتكررش تاني. ودايما انا هنا جايبه لكم جمل مختصره بتدي المثال بس، لكن في الامتحان هيجيب لي الاول جمله فيها الاسم وبعد كده هيعوض لي عنها بوان. يعني هيقول لي مثلا do you see these photos، شايف الصور دي؟ اوكي this one is nice، الصوره دي منهم من الشويه دول is nice. فلو لقيت this على طول عارفه ان this تاخد مفرد واحط one مش once. او مثلا اقول لي ايه؟ اقول له which ones، شايف الصور دي؟ do you see those photos، شايف الصور دي؟ فاقول له which ones، انهي صور، انهي، بدل ما اقول له انهي صور، الصور جمع photos، فهنا هحط مكانها ones، which ones، انهي. هيقول لي مثلا the ones on the left، الصور اللي موجوده على الشمال دي، فهنا هيقول لي the ones. ليه؟ لان هو قال لي في الاول photos، وphotos دي اسم جمع، فعشان كده عوض عنها بعد كده بones. فهو هيجيب لك جمله فيها اسم جمع ويقول لك بعد كده اختار one او ones، على طول لو اسم جمع اختار ones، طب لو اسم مفرد اختار one. طب هو مش جايب لي اسماء وجايب لي this مثلا او this او those او that، على طول المفرد this او that ياخدوا one عشان one بتيجي مع المفرد، اما these و those بتوع الجمع ياخدوا ones. خلاص؟ جاب لي is احط one، طب جاب لي are احط ones، one مع المفرد ones مع الجمع. بس خلاص، يبقى باختصار كده this that one بيجوا الثلاثه مع المفرد، طب جمعهم بقى these those ones بيجوا مع الجمع. تعالوا بقى هنشوف الكلام ده بيجي لنا ازاي في الامتحان من خلال اسئله الامتحانات، وبعد كده ناخد كلمات اليونت. بس استنوا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا بسرعه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو انزله، وانتظروا الفتره الجايه هنخلص كل المنهج ان شاء الله، وكمان هناخد مراجعات ليله الامتحان وحل عقد كام سؤال كده من اسئله الامتحان اللي معظمنا بيتلخبط فيها. تعالوا بقى نشوف ترتيب الصفات و this و that و this و those و one و once بيجوا ازاي في الامتحان. عندنا هنا التست بتاع اليونت اللي هو جايب اسئله المحافظات زي ما انتم شايفين كده، بيبقى كاتبين اسئله المحافظات اهي عن السنين دي، هنا المنصوره مثلا دقهليه سنه 2022، هنا ويست الكسندريا الاسكندريه الغربيه او غرب اسكندريه 2022 وهكذا. يعني اسئله الامتحان التست دي بتبقى محطوطه من اسئله المحافظات. تعالوا نشوف بقى الاسئله بتجي لنا ازاي. هنا عندي أول حاجة في الجرامر، عندي هنا نمبر 2 I like to wear this a t-shirt، وجايب لي صفات زي ما قلت لكم وأنا بشرح ترتيب الصفات، إلا ما بيجيبوا لي في الامتحان بيجيب لي صفاتين أو ثلاثة بالكتير، ما بيجيبليش كل الصفات. هبص بقى، أنا عندي cotton اللي هو القطن، old هنا قديم، يبقى هو هنا جايب لي مادة خام عمر. هو انا لما باجي ترتيب الصفات ايه تجميع ايه؟ وحش علم، انتهى بايه؟ بالميم، ماده خام، فالماده الخام دايما بتيجي في الاخر، فبالتالي انا عندي هنا اللي بادئ بكاتن سواء الاي او السي او البي، الثلاثه ما ينفعوش لان الثلاثه بادئ بالماده الخام وبعدين جايب صفه ثانيه سواء بقى عمر او لون، لكن انا لا، انا عايزه اجيب الماده الخام دايما بتيجي في الاخر بعد ترتيب كل الصفات، اخر ترتيب هي الماده الخام، فمش هينفع احط الماده الخام قبل اي حاجه، هي دايما بتيجي الاخيره، فالوحيده اللي هتنفع نمبر دي ريد كوتن، لون ماده خام، اللون دايما بيجي وبعديه الماده الخام، فهحلها بالطريقه دي. طيب تعالوا نشوف جاي لي ايه تاني عن الجرامر في الاسئله. عندي هنا نمبر 4 that bag is black، الشنطه دي سودا،
But this A is brown. ولكن هذه brown بني. طيب هو هنا المفروض يقول هذه الشنطة بني. ولكن احنا قلنا بدل ما نعيد الاسم بنحط مكانه ايه؟ one or ones. one or ones استخدامها انا بجيبها مكان الاسم لما اذكره للمرة التانية. طبعا this بيجي بعدها اسم او فعل زي ما قلنا، لا اسم مفرد لا فعل مفرد. فانا عندي there دي وات لا اسم ولا فعل، فدول مش هينفعوا. يبقى المفروض ان انا احط هنا ايه؟ one or ones. طيب this مفرد يبقى تاخد بعدها ايه؟ اسمه مفرد. طب ايه اللي جاي بدل الاسم هنا المفرد؟ one. ones تيجي مكان الجمع. انا بتكلم هنا عن ايه؟ bag. that bag is زي فعل مفرد، جاي بعد bag اسمه مفرد ومعاها that اللي هي بيجي معاها المفرد. يعني انا بتكلم عن حاجه مفرده، يبقى ما ينفعش احط ones بتاع الجمع. الاسم المفرد بعوض عنه ب one اللي بتيجي مكان الاسم المفرد. فهقول but this one، ولكن هذه بقى الواحده دي هي brown، لونها بني. number 9 كمان هنا هو جاي عن الجرامر. ايه ساندلز؟ طيب ساندلز ار فيري اكسبنسيف، الصندل ده غالي جدا. طب الصندل هنا ايه؟ جمع، في اس اهو. طب ما دام في اس يبقى ناخد حاجه للجمع. ذات بتيجي مع الجمع؟ لا ما بتجيش مع الجمع. طب ذس بتيجي مع الجمع؟ لا ما بتجيش مع الجمع. طيب يبقى الوحيده اللي هتيجي مع المفرد ذيس او ذا وانس. طب هاخد انهي؟ ذا وانس بتيجي مكان الاسم، فانا هنا اوريدي عندي اسم اللي هو ساندلز، فمش هينفع احط حاجه بتدل على الاسم وبعدها اسم، وهو اسم اهو اصلا، يبقى احط اسم تاني حاجه مكانه ليه؟ فانا هنا ذا وانس دي هتيجي لو انا هعوض عن الساندلز ده في جمله تانيه ومش هكتب ساندلز اصلا، انا هجيب مكانه اسم بيعوض عنه، ففي الحاله دي هقول ذا وانس. لكن انا هنا مش عايز اجيب حاجه تعوض عنه، انا بالفعل عندي اسم. طيب يبقى ايه اللي هينفع نحطها وبيجي بعدها اسم الجمع؟ الوحيده اللي هتنفع ذيس. ذيس هي اللي بيجي بعدها اسم جمع. يبقى لو لقيت اسم جمع احط ذيس او دوس، لقيت اسم مفرد هحط ذات او ذس. تعالوا نشوف هنا كده. Why don't you wear this dress؟ انا عندي هنا dress، dress اسم مفرد، ينفع ياخد this؟ this بتيجي مع الجمع، الاسم المفرد ياخد ايه بقى؟ ياخد المفرد بتاع this اللي هي ايه؟ this. طيب هنيجي على number 2. I have a ولا an old short gold necklace. هنا ترتيب صفات، فهشوف بقى على حسب وحش علم. ها أنا عندي هنا old. old ده إيه؟ ده عمر. طيب في short. short هنا إيه؟ ده شكل. طب العمر بيجي الأول ولا الشكل؟ وحش، شين شكل، هنا short. طيب والold عمر بيجي معاها علم، يبقى المفروض أحط short قبل old. طب الجولد، الجولد المادة الخام دي تيجي آخر حاجة، فيبقى المفروض إيه؟ short old gold. these rings are silver. الخواتم دي مصنوعة من الفضة. But those one are gold. أنا هنا عندي those اللي بيجي بعدها جمع. طبعا هنا مش هيقول those rings، مش هيعيدها، ولكن هيجيب الكلمة اللي بتتحط مكان الاسم عشان ما نكرروش تاني، اللي هي ايه؟ one or ones. طب أنا هنا ينفع أحط one مكان اسم جمع؟ لا طبعا، الاسم الجمع بنعوض عنه بإيه؟ ones بتاعت الجمع، وdose جمع اهي، والفعل كمان هنا are جمع، يبقى هنا ما ينفعش أحط one مفرد، لازم أحطها جمع. those ones. Why don't you wear those nice jacket؟ nice jacket، جاكيت واحد بس ما فيهوش اس اهو مفرد. طيب هو انا لو عندي اسم مفرد احط those بتاعت الجمع؟ لا طبعا، هحط المفرد بتاعها اللي هي ايه؟ that. that هي اللي بيجي بعدها اسم مفرد، لكن those يجي بعدها اسم جمع. زي ما انتم شايفين كده بمنتهى السهوله، القصه كلها ان احنا نعرف ايه اللي بيجي مع المفرد وايه اللي بيجي مع الجمع. لقينا اسم مفرد او فعل مفرد بنحط اللي بيجي مع المفرد اللي هي this و that one. لقينا جمع بنحط بتاع الجمع اللي هو those و these ones. وترتيب الصفات متجمع في كلمه وحش علم وبس خلاص. تعالوا بقى نشوف الكلمات بتاعه اليونت عشان يبقى فنشنا اليونت. هنيجي بقى على كلمات lessons 1 و 2. lose، lose يعني واسع او فضفاض. size، size حجم او مقاس. style، style طراز او اسلوب. smart، smart يعني انيق او ذكي. striped، striped يعني مخطط. climate، climate مناخ. traditional، traditional يعني تقليدي. casual، casual يعني ملابس مش رسميه، ملابس casual. colorful يعني ملون. trainers، trainers اللي هو كوتشي، حذاء الرياضي. روب، روب يعني عباية. هيد سكارف، هيد سكارف حجاب الرأس. إيرينجز، إيرينجز حلق. هاند باج، هاند باج شنطة يد. تراوزرز، تراوزرز بنطلون. جلابية، جلابية جلابية.
belt belt حزام scarf scarf يعني طرحة أو كوفية jumper jumper يعني بلوفر necklace necklace عقد jewelry jewelry مجوهرات leather leather الجلد gold gold ذهب cotton cotton قطن linen linen كتان plastic plastic اللي هو البلاستيك wool wool الصوف metal metal معدن glass glass الإزاز lesson 1 relaxed relaxed مرتاح أو مسترخي special special يعني خاص أو مميز a bit قليلا outside في الخارج protect يحمي warm دافئ lesson 2 ancient Egyptians ancient Egyptians قدماء المصريين sheet sheet اللي هي الملاية بتاع السرير clothing الملبس electric كهربي wooden خشبي مصنوع من الخشب strange يعني غريب lessons 3 و 4 borrow borrow يستعير special occasion يعني مناسبة خاصة environment البيئة crops محاصيل luxury رفاهية wedding حفل زفاف industry industry يعني الصناعة perfect مثالي pick يقطف soft ناعم chemicals مواد كيميائية lesson 3 school uniform زي مدرسي school day يوم دراسي care عناية أو اهتمام وممكن تيجي كverb بمعنى يعتني cloth shop محل ملابس ودي بتسمها clothes مش clothes cloth factory مصنع ملابس own يملك toy لعبة sports clothes ملابس رياضية lesson 4 plants نباتات soil تربة زراعية businesses مشاريع تجارية البيزنس ممكن تدي معنى عمل وممكن يدي معنى مشروع تجاري government حكومة produce ينتج quality الجودة amount يعني كمية أو مقدار bamboo نبات الخيزران أو البامبو greener future مستقبل أكثر مراعاة للبيئة greener يعني متصل بالبيئة أو بيراعي البيئة بشكل معين scientific علمي process عملية however ومع ذلك lessons 5 و 6 chest of drawers خزانة ذات أدراج drawers يعني أدراج Rise يعني سعر Changing room دي حجرة تغيير الملابس Fit يلائم أو يناسب Advert إعلان ده اختصار لكلمة Advertisement Customer زبون Shopkeeper بياع في محل Pretty جميل Useful مفيد Handbag حقيبة اليد Lesson 5 Perfectly بشكل كامل Here هنا Check يتأكد أو يفحص Shop يتسوق Lesson 6 statue تمثال object شيء include يشمل او يتضمن tall اداه extra اضافي shop window فترينه المحلات بنسميها shop window وكده يبقى خلاص خلصنا كل اليونت وكل ما يتعلق بيها وان شاء الله انتظروني في يونت 11